نشعر بغضب وحسرة على إخواننا المسلمين في كوسوفو، ولا نملك شيئا فما هو واجبنا نحو كل المسلمين الذين يعانون من ويلات التطهير العرقي في العالم. قضية طبعا اللي احنا سمعناها من أخونا السائل الآن في قضية الحرب التي يتعرض لها بعض المسلمين في بورما، في كشمير، في فلسطين، في كوسوفو. الحقيقة هذه القضية الآن المؤسفة والتي نتمنى أن تصل في أقرب وقت وفي أسرع وقت إلى يعني نهاية، وأن يصدق العالم في عودة المهجرين المطرودين المسلمين إلى ديارهم وبلادهم في كوسوفو. زي ما سمعنا من السائل الكريم، شوف يعني إحنا واجبنا إيه كمسلم لا يملك من أمره شيئا الآن؟ يعني هي قضية المسلمين يجب أن تؤخذ قضية كلية، بمعنى أن نفهم قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ونفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ترده أو تمنعه أو تحجزه عن ظلم. فنصرة المسلم واجبة، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصر أخاه بكل وسيلة ممكنة، والتفريط في هذه النصرة هو تفريط في العرض والكرامة والدين. والله تعالى سائلنا جميعا عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ماذا قدمنا لهم؟ لكن نحن كأفراد لا نملك بطبيعة كأننا أفراد لا نملك أن نفعل الشيء المهم، وإنما هذه مسؤولية الدول والمنظمات الإسلامية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمرات القمة التي يجب أن تتولى شؤون المسلمين على مستوى العالم أجمع. والمسلمون اليوم يعني يملكون من العدد والعدة والإمكانات والخيرات ما يستطيعون أن يعني يحافظون به على حقوقهم، وما يستطيعون به أن يحافظوا على كل كرامتهم. والله تعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنحن إذا كان هناك باب تبرعات مفتوح أو باب للمساعدات الإنسانية، نحن ما نملكه أن نشارك في هذه المساعدات، لكن ما وراء ذلك هو مسؤولية ولاة الأمور على مستوى العالم الإسلامي.